السلام عليكم. محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن الإنفكتيف إندوكاردياتيس. طبعا تعريف بسيط عن الإنفكتيف إندوكاردياتيس، من الاسم إنفكتيف يعني إنفكشن، يعني مايكروبيال أتاك. إندوكاردياتيس يعني عبارة عن الإندوكارديوم، هو النسيج اللي بطن القلب. انتبهوا لي على الصورة، هذه الطبقات القلب، الإندوكارديوم هذه هي الطبقة اللي تبطن القلب، اوكي. الطبقة اللي جواها هي المايوكارديوم اللي هي طبقة العضلات القلبية، اخر طبقة اللي هي طبقة الغلاف اللي يغلف القلب اللي هي الإبيكارديوم. فاذا صارت انفكشن هنا بهذه المنطقة الإندوكارديوم نسميها انفكتيف إندوكاردياتيس، يصير انفكشن بالإندوكارديوم بالصمامات القلبية ايضا. طبعا الاندوكارديوم خلايا تكون شبيهه بخلايا الاندوثيليال سيلز. هذه الانفكشن او الانفكتيف اندوكاردياتيس سابقا كانوا يطلقون عليه او يسموه بكتيريال اندوكاردياتيس. طبعا هذا المصطلح غلط، لانه هو مو بس البكتيريا اللي تسوي لي الانفكتيف اندوكاردياتيس، لا، اكو اذر مايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تسوي لي انفكتيف اندوكاردياتيس مثل الفنجاي. هذا الانفكتيف اندوكاردياتيس طبعا هو مو شرط يصير بالشخص اللي عنده مشكله او عند بالصمام القلبي او بالاندوكارديوم، لا، ممكن تصير ايضا بالشخص اللي عنده اندوكارديوم طبيعي، بس اغلب الاحيان تصير بالاشخاص اللي عندهم ديفكت بالهارت، تصير عندهم ديفكت بالهارت سواء بالفولف او بالديزيز بالهارت. هس نجي على الكلاسيفيكيشن، تصنيف الانفكتيف اندوكاردياتيس. سابقا كانوا يقسموها الى اكيوت وسب اكيوت. طبعا هذه يعني تسوي لي ريفلكشن او تعكس لي على الديوريشن اوف سيمبتومز، ايش قد تطول عندي الاعراض. فاذا كانت اقل من شهر ونص يسموها اكيوت، وإذا كانت أكثر من شهر ونص يسموها سب أكيوت. طبعا هم سووا ريليشن بين الأكيوت والسب أكيوت ويا الأورغانزم، شافوا أنه الأكثر مايكرو أورغانزم يسوي لي أكيوت إنفكتيف إندوكاردياتيس هو ستافيلوكوكاي، باعتبارها أنه أكثر فيرولنس من بقية المايكرو أورغانزم. في حين السب أكيوت شافوا أنه أكثر مايكرو أورغانزم يسوي هو ستريبتوكوكاي، باعتبارها أنه أقله أو low virulence from staphylococci. بس شافوا إنه هذا التصنيف مو صحيح ومدى يسوي reflection للديزيز بشكل صحيح كلينيكالي، لذلك هذا التصنيف فقط لمعلوماتكم وانتو غير مطالبين به، بس هذا هو التصنيف القديم. التصنيف الجديد الكلاسيفيكيشن الحالي هو شنو؟ يعتمد على الكوزاتيف مايكرو أورغانزم. يعني إذا الانفكتيف إندوكاردياتيس سببها البكتيريا سواء كانت أي نوع من أنواع البكتيريا، طبعا هم أول شيء راح يأخذون blood culture، يزرعون الدم يشوفون يا مايكرو أورغانزم راح ينمو بالgrowth media، على أساسه راح يسمون الانفكتيف إندوكاردياتيس. most commonly أكثر شيء اللي يسبب لي انفكتيف إندوكاردياتيس هي ستريبتوكوكاي، يسموها ستريبتوكوكاي إندوكاردياتيس. إذا شافوا إنه اللي يعني البكتيريا اللي صار بها جروث هي ستافيلوكوكاي يسموها ستافيلوكوكاي إندوكاردياتيس، ونفس الحالة بالنسبة للكانديدا اللي هي نوع من أنواع الفنجاي. ثاني تصنيف يعتمد على التايب أوف فولف إنفولفد. يعني شنو؟ مثل ما تعرفون الصمامات القلبية تكون أما صمامات أوريجينال اللي هي أصلاً موجودة نيتيف، يسموها نيتيف فولف أوف ذا هارت، اللي هي أصلاً الصمامات القلبية الموجودة بالقلب، أو إذا كان أكو ديفكت بالقلب بالصمام القلبي وسووا له تبديل بصمام اصطناعي، بهالحالة راح يسموه بروزيتك فولف. فأيضا تقسم الإندوكاردياتيس إذا صابت النيتف فولفز أو صابت البروزيتك فولف تقسم. التقسيم الثالث اللي هو يعتمد على source of infection، هذه العدوى شلون اجت للشخص، شلون اكتسب الانفكتيف إندوكاردياتيس. أوكي، ممكن بعض المرضى طبعا يصير عندهم او يصير عندهم انفكتيف اندوكاردياتيس بالمستشفى، يعني رايح نايم مستشفى دا يتلقى العلاج، او زار طبيب اسنان دا يتلقى العلاج، صار عنده هوسبيتال اكوايرد
هوسبيتال اكوايرد اندوكاردييتس اللي هم يسموها نوزوكوميال. طبعا نوزوكوميال هاي كلمة اغريقية، نوزو بمعنى ديزيز وكوميال بمعنى كيور، يعني خلال اكتسب المرض خلال العلاج. اوكي، او كوميونيتي اكوايرد. كوميونيتي اكوايرد يعني الشخص صار بي انفكتيف اندوكاردييتس بدون ما يدخل المستشفى، او الاشخاص اللي دي يصير عندهم انترافينيوس دراج يوزر، يعني ذول الاشخاص اللي يتعاطون الهيروين ايضا يصنف الانفكتيف اندوكاردييتس اكوردنج تو ذس تو انترافينيوس دراج يوزر اندوكاردييتس. هسه مثلا تقولون كوميونيتي اكوايرد مثل ايش؟ كوميونيتي اكوايرد يعني شخص لا هو دي يتعاطى هيروين ولا هو داخل مستشفى ولا زاير طبيب اسنان، بس شلون دي يصير عنده اكوايرد؟ ممكن اي يعني البكتيريا يصير بها اكوايرد خلال اي وسيله جراح، او مثلا خلال النورمال براشينج اوف ذا تيث او فلوسينج اوف ذا تيث، او دخلت البكتيريا الى جسم الانسان عن اي طريق من الطرق اللي هي غير المستشفى، والجسم ما قدر طبعا يسيطر عليها لان اميونيتي قليله مثلا او عنده امراض ثانيه، فالنتيجه تصير عنده بكتيريميا اللي تحسوي لي بعدين انفكتيف اندوكاردييتس. هسه نجي على الاتيولوجي، شنو السبب؟ احنا قلنا الانفكتيف اندوكاردييتس، الانفكتيف هو المصطلح الصحيح وليس بكتيريال. الاتيولوجي اما تكون مايكرو اورجانيزم، هذه تكون اما بكتيريا اللي هي الموست كومن كوز، او قد تكون فانجاي اوكي مثل كانديدا، او اذر مايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تسوي لي الانفكتيف اندوكاردييتس. حوالي 90% of community acquired cases of native wolves endocarditis. شفتوا التصنيف شي يفيدنا بشنو؟ الcommunity acquired cases يعني الكيسات اللي ما داخل مستشفى وصار بيها infective endocarditis. أيضا native wolf أيضا أكو شافوا أنواع من البكتيريا مثلا تسبب لي infective endocarditis بالprosthetic wolf أكثر من native wolf، ومثلا شافوا نوع من أنواع البكتيريا يسوي لي يعني انفكتيف اندوكاردييتس عن طريق معين، مثلا هذول جماعه الهيروين اللي يتعاطون الهيروين اللي مثلا دا يدخل كونتامينيتد نيدل والنتيجه دخلت بكتيريا الى جسم الانسان، اكثر بكتيريا تسوي لي انفكتيف اندوكاردييتس جماعه اللي يتعاطون هو ستافيلوكوكاي اوريس. وبصوره عامه اغلب الموست كومن بكتيريا ذات كوز انفكتيف اندوكاردييتس هي ستريبتوكوكاي. هسه نجي على البريديسبوزينج كونديشن، هل الانفكتيف اندوكاردييتس ممكن تصير بالشخص الطبيعي؟ اي نعم، ممكن تصير بالشخص الطبيعي اللي ما عنده اي سبب، وهذا يولا نسبتهم اخر نقطه نو ايدنتيفايبل كونديشن حوالي 47%. 47% من الكيسات اللي تشخص عندها انفكتيف اندوكاردييتس ما عندهم اي سبب معين، يعني لا عندهم امراض ثانيه، لا عندهم ديفكت بالقلب. في حين ممكن اكو ريسك فاكتورز او اكو فد بريديسبوزينج كونديشنز اللي ممكن تسوي لي انفكتيف اندوكاردييتس، مثل ايش؟ اول نقطه اللي هي المايترال فولف برولابس 30% تقريبا. باعوا لي على الصوره، الفولف هو الصمام اللي موجود بالقلب، الدم مو ينضخ من الاذين الى البطين، هذا الصمام ينفتح وينغلق يمشي الدم من الاذين الى البطين. طبعا الصمام دا يسوي ريجوليشن بالبلاد فلو، دا ينظم تدفق الدم، اي مشكله بهذا الصمام النتيجه الدم راح يتدفق بشكل صحيح. فاذا صار برولابس، هذا البرولابس باعولي من ينفتح الصمام ويمشي الدم من الاذين الى البطين، وراها من ينسد ينغلق، هذا هو الصمام الطبيعي طبعا، بس اللي بي برولابس يظل مفتوح ما ينسد، تظل اكو فتحه بالصمام ما ينسد بشكل تام، فالنتيجة تدفق الدم راح يصير به مشكلة، يا أما يصير هذا البرولابس مايترال فولف برولابس without regurgitation of the blood، يعني الدم ما راح يرجع بالاتجاه المعاكس، أو يصير with regurgitation of the blood، أي يعني الدم راح يرجع بالاتجاه المعاكس، راح يسوي لي مشاكل أكثر طبعا. ثاني نقطة من يكون عندي aortic valve disease، أي مرض بالصمام الشريان الأبهر أيضا ممكن يسوي لي infective endocarditis. الأشخاص اللي عندهم congenital heart disease، الأطفال اللي يكونون عندهم
أمراض ولادية بالقلب اللي هي خاصة ساينوتيك هارت ديزيز. أكو أمراض تسوي لي ساينوسز، الازرقاق بالبشرة اللي يصير نتيجة انخفاض مستوى الأكسجين. طبعا هذول أيضا معرضين يصير عندهم انفكتيف اندوكاردييتس بنسبة 20%. الأشخاص اللي مسوين تبديل صمام بصمام اصطناعي بروستيك فالف نسبتهم 30%. شوفوا لي الصورة، هذا هو الصمام الطبيعي وهذا هو الصمام البروستيك فالف. أيضا الأشخاص اللي يتعاطون الهيروين أو اللي يتعاطون الدراجز انترافينيوس دراج أبيوز حوالي نسبتهم من 5 إلى 20%. وقلنا حوالي 47% من الانفكتيف اندوكاردييتس تصير بدون سبب معين. هسه نجي على الباثوفيسيولوجي، انا شلون دي يصير عندي او الاليه اللي دي يصير بيها الانفكتيف اندوكاردييتس. طبعا اول نقطه لازم تصير حتى تبدي يصير عندي انفكتيف اندوكاردييتس يصير دامج للاندوكارديوم. يعني شلون يصير دامج؟ هو اما يكون اصلا اكو ديفكت، احنا قلنا ممكن الشخص يكون عنده ديفكت بالهارت، ديفكت بالصمام، او اصلا بالشخص الطبيعي ممكن يصير اللي ما عنده ديفكت. بس شلون يصير ديفكت؟ ديفكت من يصير بالبلاد فلو، تدفق الدم، من يصير الفيلوسيتي مالته سريعه، سرعه بتدفق الدم على الاندوكارديوم راح يسوي لي شنو؟ حيسوي لي دامج للاندوكارديوم، او تدفق من المناطق اللي بيها هاي تو لو بريشر تشامبر، من التشامبر اللي بيه ضغط عالي الى المنطقه اللي بيها ضغط ناصي. وايضا من يصير تدفق للدم من النارو اورفيس، يعني من فتحه ضيقه مثل الصمام، خلينا نقول ات هاي فيلوسيتي، سرعه قويه، ايضا راح يسوي لي دامج. هو شلون يسوي دامج؟ يعني البلاد فلو من دي يتدفق الدم بسرعه قويه كلش، من راح طبعا ده يتدفق على الاندوكارديوم، فمن ده يتدفق بشكل سريع راح يسوي دامج للاندوكارديوم، يعني يسوي لي الروجين مثل يكشط طبقة الاندوكارديوم. فهذه هي الباثوفيسيولوجي، اول شيء صار عندي اندوكارديوم دامج، صار عندي اندوكارديوم دامج اللي هو انسلاخ او الروجين of the endocardium. من صار endocardium damage ايش راح يصير؟ تخيلوا انتو انه الاندوكارديوم صاير بيه الروجن، فتبدي البليتلس الصفائح الدمويه والفايبرين راح يبدي يتجمع ادهيرنس، تلتصق بهذا المكان اللي صار بيه اندوكارديوم دامج. من التصقت ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي خثره، الخثره يسموها ستيرايل ثرومباي. ليش يسموها ستيرايل؟ لان لحد الان احنا ما عندي بكتيريا ولا عندي invasion of microorganism، هي عبارة عن خثرة لازقة بالإندوكارديوم يسموها non-bacterial thrombotic endocarditis. لحد الآن أنا ما عندي بكتيريا هنا، عندي مجرد خثرة اللي هي عبارة عن فايبرين وبليتلست لازقة على الإندوكارديوم. من يتعرض الشخص إلى ترانسيت بكتيريميا؟ شلون يتعرض ترانسيت بكتيريميا؟ قلنا يا أما الشخص داخل مستشفى، يا أما ده يزور طبيب أسنان، أوكي، يا أما بالحالة الطبيعية مثلا ينجرح أو ده يسوي توث براشينج أو فلوسينج، هاي كلها تسوي لي بكتيريميا. إذا جسم الإنسان أو الأميونيتي ما ده يقدر يتغلب على هذه البكتيريا، النتيجة راح يصير عندي بكتيريميا، راح يصير عندي بروليفريشن أوف بكتيريا. هاي البكتيريا من شافت هذا الديفكت اللي صاير راح تجي تلتصق عليه، راح تلتصق وين؟ على الخثرة، على الستيرايل ثرومباي. من التصقت راح تتحول إلى فيجيتيشن. شنو هذا الفيجيتيشن؟ هو الفيجيتيشن هذا عبارة عن فايبرين، عبارة عن بليتلس صفائح دموية، عبارة عن انفلاماتوري سيلز، وإضافة إلى البكتيريا. يعني هذه الخثرة الدموية اللي لزقت على الاندوكارديوم راح تجي البكتيريا تلزق عليها، من لزقت عليها سوت عدي فيجيتيشن، هذا الفيجيتيشن هو انفكتيف اندوكاردييتس، راح تبدي بروليفريشن، البكتيريا تتكاثر اكثر وراح تزداد هذه الفيجيتيشنز بالمناطق الصمامات. من صارت عندي هاي المناطق الفيجيتيشنز بالصمامات وصارت وبعدين شلون راح تاثر لي؟ هسه احنا صار عندنا انفكتيف، وصلنا هاي المرحله اللي صار المريض عنده انفكتيف اندوكاردييتس. هذه
راح تأثر بأحدى الطرق التالية، يا أما هذه الفيجيتيشن، طبعا يحصل أكثر من فيجيتيشن مو بس واحدة، فراح تكون بمكان الصمام راح تسوي ديفكت بالصمام، تسوي خلل بالصمام، شكل الصمام راح يتغير، الصمام ما راح يشتغل بشكل طبيعي، النتيجة راح يأثر على شغل القلب يسوي لي هارت فيلير. أو هذه الفيجيتيشن ممكن جزء من عندها ينسلخ، يعني شنو piece of this vegetation material، شي يصير بيه ينسلخ من مكانه، جزء من عنده مو كله ينسلخ من مكانه، يدخل مجرى الدم، من دخل مجرى الدم راح يمشي أو يتدفق ويا الدم إلى أماكن بعيدة ويسوي لي إمبوليزم. تعرفون الإمبوليزم هو عبارة عن وجود مادة أو piece of material بالبلاد فيزل، هذه أما تسوي لي بلوكج للبلاد فيزل للوعاء الدموي، يسوي لي أما بشكل كلي أو بشكل جزئي حسب نوعية الغلق مادة. فهي يسموها سبتك إمبولاي. ليش سبتك إمبولاي؟ لأن هي عبارة هاي الماتيريال اللي انسلخت تحتوي على بكتيريا، فهي مو بس ده تسوي لي إغلاق للبلاد فيزل، لا أيضا بها بكتيريا اللي هي تسوي لي بكتيريميا. فهاي هي الإفكت أوف إنفكتيف إندوكاردييتس. هسه نجي على الكلينيكال بريزنتيشن، ساينز اند سيمبتومز، يعني العلامات والأعراض. أول شيء 90% من المرضى عندهم فيفر، سخونة عندهم، أيضا عندهم هارت مرمر. شنو هارت مرمر؟ من يجي الطبيب يفحص القلب يحط السماعة على القلب حتى يفحصه، يسمع فالصوت مو طبيعي، صوت loud voice، من يتدفق الدم من الأذين إلى البطين، عادة هو ما يسوي صوت من نسمع بالسماعة القلبية، بس بالأشخاص اللي عندهم defect بالهارت أو الأشخاص اللي عندهم يعني خلينا نقول infective endocarditis والأشخاص اللي عندهم مشكلة بالصمامات يصير أكو فد هارت مرمر اللي هو صوت ينسمع بواسطة السماعة من يتدفق الدم من الأذين إلى البطين. أيضا يصير عندي positive blood culture. البوزيتيف بلاد كلتشر من الدم، ياخذون عينه من الدم ويزرعوها راح تطلع اكو مايكرو اورجانيزم بالدم. هسه نيجي على التشخيص، دايجنوستس، شلون اسوي تشخيص الشخص عنده انفكتيف اندوكاردييتس. طبعا اكو كرايتيريا اللي هي الموديفايد دوك كرايتيريا، هاي الكرايتيريا اكو ميجر واكو ماينر. الميجر من ياخذون عينه من الدم وتطلع بيها بوزيتيف بلاد كلتشر، يعني بوزيتيف بلاد كلتشر يعني طلع عندي مايكرو اورجانيزم بالبلاد. الثانيه من يكون عندي ايفيدنس اوف اندوكارديال انفولفمنت، يعني شنو؟ اول وحده قلنا طلعت النتيجه موجبه لوجود مايكرو اورجانيزم بالدم. الثانيه انه صار عنده اندوكارديال انفولفمنت، يعني من ندز المريض على ايكو سونار، يعني ألترا ساوند أوف هارت، من يأخذون سونار للقلب راح يشوفون أكو فيجيتيشنز، هي هاي الفيجيتيشنز موجودة بالصمامات، أو ممكن يشوفون أبسس خراج، أو ممكن يشوفون بلاد ريجيتيشن اللي هو دا يرجع الدم بالاتجاه المعاكس من الصمام. أوكي، هذا يسموه بوزيتيف إيكوكارديوغراف. هسه نجي نحكي على الماينر كرايتيريا. الماينر كرايتيريا من البيشنت عنده اصلا بريدسبوزينج هارت كونديشن، يعني شنو؟ يعني احنا قلنا انه اكو بيشنت هي عندهم ريسك فاكتور فور ديفلوبينج انفكتيف اندوكاردييتس، مثلا البيشنت اللي عنده هارت ديفكت، البيشنت اللي عنده روماتيك هارت ديزيز، البيشنت اللي عنده فولف هارت ديزيز ايضا او كونجنيتال هارت ديزيزز. ايضا الاشخاص اللي ياخذون يتعاطون دراجز. وثاني ثاني كرايتيريا هو الفيفر. ثالث كرايتيريا هو الفاسكولار فينومينا، يعني شنو فاسكولار فينومينا؟ من حكينا قلنا انه يصير انسلاخ بالفيجيتيشن وتتحول الى امبولاي، هذه هي الامبوليزم ايفنت، يعني من يصير عندي امبوليزم او سبتيك امبوليزم بسبب الانفكتيف اندوكاردييتس. انتو تعرفون انه الامبولاي مو تغلق الفيزل، ممكن تسوي لي هواي يعني مضاعفات، ممكن تسوي لي ستروك، ممكن تسوي لي جنجرين بالمنطقة او باس، لان هي اصلا تحتوي، اضافة انه هي تسد الوعاء الدموي وتمنع الدم ليوصل للانسجة، هي ايضا تحتوي على بكتيريا اللي يسوي لي باس وابسس. اكو ايضا عندي الاميونولوجيكال فينومينا،
الامينولوجيكال فينومينا جلوميلورا نفرايتس اللي هي تصير بالكليه. طبعا يطلع البلاد مثل، يعني هي اكثر من فينومينا بالامينولوجيكال فينومينا، مو بس واحده، ممكن تصير بالكدني، ممكن يصير عندك زياده بالريوماتيك فاكتور، او ممكن يصير عندنا جلوميرولونفرايتس اللي يطلع الدم والالبومين ويا الادرار. ايضا النقطه الخامسه هي مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اذر ذان بوزيتيف بلاد كلتشر. هذا هو الايكوكارديوغراف مثل ما تشوفون بالصوره، هذا هو الليفت اتريا وهذا الليفت فنتريكل، هذا الرايت اتريا وهذا الرايت فنتريكل. هنا مايترال فولف الصمام، شوفوا هذه هنا اكو ماس، هذه هي الفيجيتيشن، هذه دي يشوفوها بالايكوكارديوغراف بالالترا ساوند اوف ذا هارت. هسه نجي نحكي على المانجمنت، شلون اعالج مريض عنده انفكتيف اندوكاردييتس. طبعا الكورنر ستون بعلاج الانفكتيف اندوكاردييتس الحجر الاساسي هو الانتي بايوتيك، راسا ينطوا انتي بايوتيك تريتمنت. فالانتي بايوتيك طبعا هو البنسلين والسيفتريكسون للاشخاص اللي ما عندهم حساسيه من البنسلين، واحيانا يضيفون جنتامايسين سلفايد اللي يسوي لي اديتيف افكت وساينرجستيك افكت ويا البنسلين. بالنسبة للأشخاص اللي ما يتحملون وما يقدرون أو عندهم إلرجي من البنسلين راح يأخذون فانجومايسين. أحيانا أيضا الأنتي بايوتيك تريتمنت تكون نوت إفكتيف، هي بأغلب الأحيان تكون إفكتيف، بس أحيانا أحتاج إلى تداخل جراحي. شو وقت أجي أتدخل جراحيا وأعالج هذا الصمام اللي صار بي إفكتيف إندوكاردييتس بالأشخاص اللي عندهم moderate to severe heart failure، يعني القلب مدى يشتغل بشكل صحيح، مدى يقدر يضخ الدم بشكل صحيح إلى أنسجة الجسم، راح يصير عندي heart failure فشل بالقلب، فيحتاج إنه أعالج المشكلة الرئيسية، أعالج الصمام اللي دا يسوي لي فشل بالقلب، فيسوون repair، أما يصلحون الصمام أو يبدلوه بصمام اصطناعي prosthetic valve. ايضا بالاشخاص اللي ما يستجيبون للعلاج، ما يستجيبون للانتي بايوتيك تريتمنت، اوكي، وبحاله الفانجل اندوكاردييتس طبعا اذا كانت الانفكتيف اندوكاردييتس سببها فانجاي فهاي حاله كلش خطره وممكن تكون فيتال، فلازم ايضا يكون اكو تداخل جراحي لهذه الحاله. هسه نجي على الدنتال سيجنيفيكانت. طبعا أنا بالمحاضرة مدى أشرح على الدنتال مانجمنت لأن هذه نقاط ثانية، بس الدنتال سيجنيفيكانس يعني أهمية دراسة هذا المرض بطب الأسنان، ليش دا أدرسه وليش دا أهتم بيه إحنا كأطباء أسنان لازم نعرفه، لأن شافوا بالدراسات إنه بعض المرضى اللي دا يصير عندهم إنفكتيف إندوكاردييتس قبل فترة زايرين طبيب أسنان أو صايرة مسوين معالجة سن معين. فلذلك قاموا يلومون طبيب الأسنان الحدوث الانفكتيف اندوكاردييتس، لذلك لازم الدنتست يكون كيرفول ويكون very يعني كيرفول بالبيشنت سيلكشن لمن يسوي اختيار للمريض وعلى أساسه ينطي انتيبايوتيك بروفيلاكسيس أو لا. قبل طبعا كانت اكو قائمة طويلة من الأمراض اللي ينطوهم انتيبايوتيك بروفيلاكسيس prior to dental procedure حتى يمنعون حدوث الانفكتيف اندوكاردييتس، بس وراها سووا ابديت وحاليا بال2017 اخر شيء الامريكان دنتال اسوسيشن تجمعوا وسووا نقاط معينه على اساسها تنطي الانتي بايوتيك لفئه معينه من الاشخاص اللي هم معرضين وات ريسك اوف ديفلوبمنت انفكتيف اندوكاردييتس. اول واحد، اول نقطه هم الاشخاص اللي مسوين تبديل للصمام القلبي بالبروستاتيك كاردييك فولف صمام اصطناعي، او مسوين تصليح ريبير للصمام القلبي بماده صناعيه، وايضا يعني ذول ينشمل من ضمنهم الترانس كاديتر فولف ريبليسمنت اللي يبدلون الصمام عن طريق الشريان. تبديل الصمام ممكن يكون عن طريق اوبن هارت سيرجري، يفتحون ودي القلب ودي يسوون تبديل الصمام، او حاليا دي يسووه عن طريق الترانس كاديتر فاسكولار ريبليسمنت اوف ذا فولف اللي هو عن طريق الشريان دي يبدلون الصمام. ثاني شيء اللي هو الهيستوري اوف انفكتيف اندوكاردييتس، اي شخص عنده سابقا حدوث للانفكتيف اندوكاردييتس ايضا ينطوه بروفلاكتيك انتيبايوتيك. الاشخاص اللي مسوين كارديك ترانسبلانت
with vulvar regurgitation، يعني دا يرجع الدم بالاتجاه المعاكس من الصمام. بقى عندي فئة معينة هي فئة الـ congenital heart disease. هذه الفئة هي فئة الساينوتيك كونجنتال، لأن الكونجنتال هارت ديزيز كلش كبيرة، وأني متقسم إلى ساينوتيك وأساينوتيك. أكو قسم من الأمراض اللي هي أمراض القلب الولادية اللي يسوي لي ساينوسيس، يعني اللي يسوي لي إزرقاق بالجلد ورا فترة، اللي يسوي لي انخفاض بمستوى الأكسجين بالدم، فهذه هي الساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز. أما أنا ريبيرد ما مصلحة، يعني ما صار اكو تداخل جراحي لعلاجها، فذول الاشخاص لازم ايضا نعطيهم انتي بايوتيك بري وور تو دنتال بروسيجر، او سووا ريبير يعني مصلحين هذه الساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز بس باقي اكو فد ديفكت، باقي فد اكو فالفولار ريجريتيشن اوف ذا بلاد، ايضا دا يرجع الدم بشكل معاكس من الصمام، او اكو باقي فد ديفكت بالهارت اللي هو قريب من صمام اصطناعي أو قريب من مادة صناعية بالقلب. هذول أيضا الفئة ينطون antibiotic prophylaxis prior to dental procedure. هذه مثل ما قلت لكم هذا تبديل الصمام عن طريق الشريان، شوفوا عن طريق الفيصل هنا دي يندفع transcatheter، هذا هو تبديل الصمام مو عن طريق الأوبن هارت سيرجري. أيضا ذولا لازم ينطون antibiotic prophylaxis. احنا cyanotic congenital heart disease هذه هي تضمن transverse arteriosus, transposition of great vessels, tricuspid atresia, tetralogy of Fallot and total anomalous pulmonary vascular rupture. اول وحدة اللي هي خلي نقول tetralogy of Fallot، هاي هنا اكو فد عيب خلقي رباعي اللي هو بالاطفال يصير overriding aort، هاي طبعا معلوماتكم انتم غير مطالبين بيها، بس حتى تعرفون انه شنو التيراتولوجي اوف فالوت، هو overriding aort يعني الاورتا دي يجيب الدم من التو فنتريكل من البطينات الاثنيناتهم دي يوديهن، يصير ايضا pulmonary stenosis يعني تضيق هنا بهذه المنطقه، يصير اكو فتحه بين البطينات اثنيناتهن، ويصير رايت فنتريكولار هايبر اتروفي اللي هو سيادة سماكه عضله القلب من جهه البطين الايمن. اوكي ترانسبوزيشن اوف جريت فيزلز، الترانسبوزيشن معناته تغيير بموقع الشرايين الرئيسيه، طبعا هي تشمل البولمونري ارتري والاورت فقط، هذه يصير transposition يصير تغيير بموقع يتبادلن بالأماكن، وأحيانا بس مجرد خلل بالمكان مالتها، يعني مو شرط تبادل بالمواقع. فالدنتال بروسيجر احنا اي دنتال بروسيجر تكون بيها manipulation of gingival tissue او يصير بيها معاملة او خلينا نقول intervention ويا periapical region او perforation of oral mucosa، اي دنتال بروسيجر تشمل اي نقطة من هذه النقاط فهو البيشنت مستحق antibiotic prophylaxis. اوكي الرفرنس عندي هي الـ ADA اللي هي الامريكان دنتال اسوسيشن مثل ما قلت لكم، وشكرا لكم جميعا.